تشتكي منظمات الإغاثة والمراقبة من إجراءات حكومية بطيئة تجاه الأعداد الهائلة من النازحين في العراق والأثار المجتمعية المترتبة على هوية المناطق المدمرة، ما قد يثير الغضب والاستياء من مغامرة العقاب الجماعي باجتهادات مختلفة. وتشير إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية لم تخصص الحكومة أولوية كبيرة للمصالحة، ما منع عودة الأسر إلى ديارها محملة بعبء إضافي يتجسد في الدمج بين ثقافة الأطفال وتعليمهم تحت حكم داعش الإرهابي، وبين عدم قدرتهم الالتحاق بالمدارس لعدم امتلاكهم الوثائق الرسمية. وفي السياق يعبر رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني عن قلقه من عدم ارتقاء إجراءات الحكومة الاتحادية إلى مستوى التحدي، ما يكلف كردستان مليار ونصف المليار دولار في السنة، مضيفة أن منح الناس حياة كريمة في المخيمات لا يلغي واجب حمايتهم في المستقبل.